مهما كان. ان شاء الله القضيه يتم حسمها. اتفضل. محني لانه اذا القاضي لا يمتثل لقرار المحكمه الاداريه صورة لا قدر الله ما تم معناها اتخاذ قرار يعاقب المباراه، ترى سيتم معاقبته يعني. سيتم معاقبته بسنتين ما شاركش لرابطه الابطال، والقاضي يعني مراها لرابطه الابطال اللي اشتد بعد اسبوعين يعني معناها خطا. إذا المحكمة الإدارية قررت يعني المباراة تتغير الموضوع، الترجي هياخد المباراة بدون أي تصعيد آخر، خلاص هيتم حسم الموضوع وهيتم خلاص. لا بالظبط، ده خبر جيد. أي تصعيد مش ممكن. لا 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 غنى عن نادي الترجي التونسي في كل مشاركات الإفريقية، أكيد نادي باع كبير جدا في أفريقيا، إن شاء الله يتم اختيار القرار الصالح الأفضل، وبإذن الله كل التوفيق للناديين في الإجراءات القادمة. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.